مستمرين معكم مشاهدينا على فاضل إلى موضوع العدد. الحديث مرة أخرى يعود إلى أدراج الجامعة، لكن من باب امتحان الدكتوراه. هي إذن شروط جديدة للالتحاق بالدكتوراه، كما كان قد ذكر سابقا فيما خص الدكتوراه وفتحها للجامعة. هذه المرة وضعت نقاط على الحروف كما يسمى، وأيضا ورقة تفصيلية وتنظيمية للالتحاق بشهادة الدكتوراه تحت قرار رقم 961. تفاصيل أكثر نعرفها مع عبد الكريم بن مالك، وهو عضو بالمكتب الوطني المكلف بالبيداغوجي على مستوى المنظمة الطلابية الاتحاد العام الطلابي الحر إجال. نحاول أن نعرف رأيهم في هذه الشروط كطلبة وكمنظمة طلابية أيضا. عبد الكريم، أهلا مرحبا بك معنا اليوم. مرحبا أخي العزيز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا. عليكم السلام. إذن عبد الكريم، هي شروط جديدة للالتحاق بالدكتوراه، ربما نذكر بعضها بالإضافة أنها أصبحت امتحانات الدكتوراه هي امتحانات وطنية. اشترط بأنه يجب أن لا يكون الطالب قد أعاد السنة أو فيه في حقه مجلس تأديبي أو عقوبة من الدرجة الثانية كما ذكر في عدة مراسلات. إذن عبد الكريم، البداية رأيكم في هذه الشروط الجديدة؟ شوف، بصراحة الاتحاد العام الطلاب الحر تلقى بأريحية تامة قرار السيد رئيس الجمهورية شفاه الله وعافاه المتمثل في أن امتحان الدكتوراه للجميع، ولكن للأسف رأى كمثلما رأى باقي الطلبة القرار 611 في المادة 7 من الفصل الثاني المتضمنة حرمان الطلبة المعيدين أو الخاضعين إلى العقوبات من الدرجة الثانية. طيب. لكن هذا يتنافى مع قرار السيد رئيس الجمهورية، ويتنافى مع القرار مع التصريحات السابقة للسيد الوزير، ونرى بأن جل النوابغ في العالم قد فشلوا في السنوات عبد الكريم. عبد الكريم، طيب نعم، أعتذر، أنت قلت يتنافى في ماذا؟ لأنه القرار السابق كان فتح مسابقة الدكتوراه للجميع. الآن فتح قرار الدكتوراه للجميع، تخلوا عن التصنيفات في الماستر للمتفوقين. الآن فيما سبق كان مفتوح الباب للدكتوراه بالتصنيف حسب مسار دراسي في الماستر. الآن قالوا التخلي عن التصنيف في الماستر، ولكن تحايوا رجعوا للطور الأول والثاني، رجعوا للماستر وليسونس مع بعض. الآن شرطوا عدم الإعادة في ليسونس والماستر. نعرف طلبة متفوقين في الماستر كان لديهم الحق قبل هذا الشرط في الدخول والولوج للدكتوراه، عندما كان بنظام تصنيف أ كانوا هم الأوائل في دفعين في الماستر، ولكن للأسف لأسباب وظروف استثنائية أعادوا في فترة ليسونس. الآن هذا القرار الجديد المشرف يحرمهم من الامتحان من الولوج للدكتوراه. نعم، إذا أنت ترى بأنه قرار مجحف. قرار مجحف في للطالب. لكن البعض يقول بأنه شرط مثل هذا للحفاظ على الأقل مستوى يعني الدكتوراه، يعني يوصلوا فقط الطلبة الأكفاء واللي عندهم مستوى يدخلون إلى مسابقة الدكتوراه، وبالتالي نضمن وجود الجودة فيما بعد إلى كل من يلتحق بالدكتوراه. نحن نراهن على أن الدكتوراه الأكثر، ولكن مع إتاحة الفرصة للجميع باختلاف ظروفهم. نحن كنا ننتظر من سيادة الوزير فتح ورشة وطنية لأسباب الإعادة في الطور الأول والثاني. هل هي سبب من المنهاج؟ هل هي من الأستاذ؟ هل هي من الطالب؟ هل هي من الأطوار الدراسية السابقة والإصلاحات التي وقعت في وزارة التكوين في وزارة التربية والتعليم؟ هل هي بالبيئة أو المناخ الدراسة في المؤسسة الجامعية؟ ولكن للأسف حمل كل المسؤولية للطالب فقط. هذا نرى أن هناك إجحاف في هذا القرار وحرمان للطالب. وقد أثار ذلك جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، والرسائل تصلنا يوميا بالآلاف منذ يوم الخميس منذ صدور هذا القرار. الرسائل ما هو في حواها؟ يعني الكل استهجن هذا القرار، قضية إعادة السنة.
الآن نعم. الجميع كان مبتسما متفائلا بأن الدكتورة أصبحت مفتوحة للجميع. يعني الآن عندما نقول الدكتورة يعني امتحان الدكتورة الكل لديه الحق في المشاركة في امتحان الدكتورة. كان فيما مضى الطالب ينتظر 5 سنوات ثم يعيد شهادة الدخول إلى الماستر فقط، يدرس سنتين بجد واجتهاد لمن تعثر في الماستر الأول ليلتحق هو بالدكتوراه. الآن عبد الكريم، نعم جاء هذا القرار نعم نعم هو لكي ربما من عبد الكريم، تعثر. نعم اعتقد البعض راح وقال بانه الدكتوراه هي تتويج ليس فقط الماستر، حتى الليسانس، لانه هو 3 اطوار كما نعرف الالم دي، ليسانس ماستر دكتوراه. اذا وكانهم يقولون بان هناك ارتباط بمعنى ليسانس ماستر ثم دكتوراه، ليس فقط الماستر. هناك ارتباط، نعم. لكن كلنا نعرف بأن شروط الولوج إلى الماستر هو أن تكون مكتملا مكتفئا في ليسونس، تكون قد تحصلت على شهادة ليسونس بكافي المعايير، بعد ذلك تذهب إلى الماستر، وبعد ذلك تذهب إلى الدكتوراه. الآن إذا كان طالب جد وشهادة في مرحلة الليسونس، أو قد تعرض لحادث مرور، أو قد تعرض لشيء أو ظرف استثنائي، وكان متفوقا في كافة السداسيات باستثناء سداسي واحد كلفه إعادة الموسم، بعد ذلك انتظر ودخل إلى الماستر. طيب إذا أنا أفهم الماستر. من كلامك أنه نعم أنا أفهم من كلامك أنه اشترط الموضوع لا يتناسب مع المعايير المعمول بها في الألم دي، يعني لا يتناسب مع المعايير المعمول بها في الـ NMD ولا مع المعايير الدولية. نلاحظ أن العالمية الطلبة الجزائريين يتحصلون على منحة أو يذهبون بجيوبهم وبحر نعم. مالهم إلى الدول المجاورة ويدرسون دكتوراه ويعودون بمستوى لا بأس به أو مستوى ذو قيمة. والآن هل نحرم هؤلاء الطلبة المتفوقين من نبوغهم، وهل طيب. نحرم البشرية منهم؟ لدينا العديد من واضح النواب وصلت الفكرة. نعم عبد الكريم وصلت الفكرة. هل قدمتم مراسلات إلى الجهات المعنية في الخصوص؟ قدمنا مراسلة، قدمناها مستعجلة، قدمنا مراسلة وما زلنا نطالب بالعدول عن هذه المادة. طيب نعم تفضل تفضل عبد الكريم. والقرار على كل حال فيه أمور إيجابية جديدة للدكتوراه، ولكن هذه النقطة التي أثارت جدلا واسعا. طيب عبد الكريم كنت معنا اليوم عن الاتحاد العام الطلاب الحر إيجال، شكرا لك. لا بأس أن نعرج عن بعض النقاط الإيجابية التي جاء بها القرار. طيب في عجالة تفضل تفضل. أهم نقطة جاء بها القرار ونثمنها، وهي أن الاهتمام البالغ بالتكوين البيداغوجي الأكاديمي والتكوين حضوري لطلبة سنة أولى دكتوراه بالورشات والمحاضرات والندوات، والاهتمام بالدعم اللغوي. كذلك اهتم بأن 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 بما أن فيما سبق كان مباشرة بعد 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 قبل المناقشة والإحالة على المجلس العلمي، كان عندما يصدر سرقة علمية يحال مباشرة إلى 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 القرار 933 متضمن قانون السرقة العلمية. لكن الآن نلاحظ بأن هناك تشكيل لجنة من 4 إلى 5 أساتذة ودراسة مذكرة لمدة 45 يوم وكتابة تقرير كتابي، هل هي قابلة للمناقشة أم لا؟ إذا كانت غير قابلة للمناقشة بسبب سرقة علمية تشكل لجنة أخرى لدراسة المذكرة، إذا كانت قابلة للمناقشة تناقش، وإذا كانت لا مباشرة الحال إلى القرار 933. نرى أن هناك فرصة لعدم ظلم الطالب. نعم عبد الكريم بن مالك شكرا لك في هذا الموضوع الذي كان متعلق بالدكتوراه والشروط الجديدة المتعلقة بالالتحاق بالدكتوراه والدخول في مسابقة الدكتوراه. كنت معنا عن الاتحاد العام الطلاب الحر، شكرا لك. شكرا أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا الأفاضل لا نزدين مستمرة معكم لكن بعد هذا الفاصل.